بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرة السابقة شرحنا عن الباص سايكل، وقلنا الباص سايكل كل سايكل يحتوي على T1 وT2، أوكي، في وأقل إيعاز يحتاج إلى 2 سايكل، يعني 4 تي ستيت، يعني T1 وT2 ومن ثم T1 وT2 وهكذا. في حالة احتاجينا إلى ايدل ستيت، حالة عضلة تصير عندنا بتنفيذ إيعاز، أو ويت ستيت، حالة لجلب بيانات. شرحناها في المحاضرة السابقة وقلنا هو الويت ستيت يصير عندما عملية تأخير في عملية جارية توليد الإيعاز، لذلك نحتاج إلى تي ستيت بالسايكل الثانية إضافية نسميها تي ويت. بالبداية احنا شرحنا عن هذا الجدول، وقلنا هذا الجدول جدا مهم من ناحية كفهمه، نعرف الردي شنو هو، معناته هو ترانسفير اكنولوجي، معلومات تم ارسالها. الـ NA هو النكس ادريس، والـ ADS اللي هو ادريس ستيتس، وفوقها داش معناته اني عندي، لما نقول فوقها داش معناته هو يشتغل باللوجيك زيرو. كذلك عندنا اللوك، هو باص لوك انديكيشن، معناته يسوي عملية لوك إلى الباص، أوكي، وانتر رابت ريكويست، طلب انتر رابت، وغيرها من السيجنالز اللي احنا نحتاجها. في كل بروسيس كلوك أو باص سايكل بيري، أو احنا بعض الأحيان نسميه باص سايكل أو بروسيسر كلوك بيريد، يحتوي على T1 و T2، أو نسميها period 1 و period 2. نحن نوضحها أكثر. يعني عندي cycle 1 و cycle 2، هذا النوع من الرسم اللي خاص بالبس سايكل أو cycle timing، هو non pipeline read cycle timing، نون بايبلاند ريسايكل تايمينج، يحتوي على سايكل 1 وسايكل 2. كل سايكل يحتوي على T1 وT2. بالسايكل الثانية أحتاج T1 وT2 وT2 أخرى اللي هو تو ويت، أوكي، ويت يعني تأخير شوية. عندنا عندنا كلوك، اوكي، كلوك 1 وكلوك، الكلوك اللي هي الديجيتال الاساسيه اللي هي هاي رسمها تكون ديجيتال، وعند الكلوك اوكي اللي هي هاي شكل الهيئه الاساسيه للنبضه، اللي هو يبدي لوجيك 1 0 ومن ثم لوجيك 1 بعدين 0 ومن ثم لوجيك 1 و 0 وهكذا. زين، دائما يكون بها انحدار، لان الكلوك الاساسيه عندي ميس تكون كلوك عادلة، لأن هو ترانزيت تغير بين لوجيك 1 إلى لوجيك 0 وبالعكس. أوكي، أول ما أجي مباشرة عندما عندي فدي إيعاز معين، هنا أنا عندي السايكل تايمينج، عملية ريد، قراءة بيانات من الذاكرة. فأول ما أبدي أضع الأدريس على الأدريس باص. عملية وضع الأدريس على أدريس باص تكون تحتاج إلى T1 و T2. أدريس الأول نسميه valid 1، أوكي، والأدريس يكون هو من أي 2 إلى أي 31، وأحتاج إلى تفعيل بايت enable 0 إلى بايت enable 3، واللي هو داش، واللي هو بمثابة بنك، مثل ما احنا قبل النصف السنة في الفصل الأول قسمنا الذاكرة بالبروتكت مود إلى بنك 0، بنك 1، بنك 2، بنك 3. لذلك هنا هاي البنك يحتاج إلى اكتيفيت تفعيل عن طريق السيجنالز الخاصة بالبايت انيبل 0 إلى بايت انيبل 3. الأدريس حيكون اكتيف فعال من بداية T1 إلى نهاية T2،
وهكذا بالنسبة للأدريس الثاني من بداية تي 1 إلى نهاية تي 2. بما أني عندي عملية ريد، لذاك السيجنال دبليو ريد داش حتكون من بداية الأدريس تكون لوجيك 0 إلى نهاية الأدريس الثاني، من بداية الأدريس الأول إلى نهاية الأدريس الثاني. الأدريس select الـ ADS، ومثل ما أخذناها بالجدول السابق قلنا address status هذا يكون logic 0 لأن فوقها داش، والـ address status يكون فعال عندما يتم تهيئة أو وضع الأدريس على الـ address bus. لذلك بالـ T1 عندما نضع الأدريس على الأدريس باس ويستمر حد نهاية التي 2، لذلك هذا الشيء يكون لوجيك 0. هذا يكون لوجيك 0 ومن ثم يتحول لوجيك 1. ليش هنا لما صار قيمتين من لوجيك 1 لوجيك 0 هاي التي هنا فقط بالتي 1 معناته بين هو متأكد من تم وضع الادريس على بوابة الادريس باص، وهو حيستمر هذا الادريس باص ينقل الادريس لحد نهاية التي 2. وكذلك عندي اوكي عندي هنا بالادريس الثاني هم كذلك يكون اكتيف لو فعال عندما بالتي 1 عندما نضع الادريس 2 على الادريس باص. النكست ادريس هو دائما يطلب نكست ادريس، زين يعني لما مباشرة طلب الادريس الاول دائما وراه يحتاج الادريس الثاني. فقط الحالة او الستيت الحالة اللي يكون ما اطلب اني ادريس، زين بالتي 2 الويت فقط بالويت، يعني هنا أنا عندي هذا الويت اوكي تو تي 2 هنا أنا عندي وراها ويت اوكي هاي تي 2 هنا ما حطلب اي ادريس لان عندي تي 2 ويت حطلب بيه ادريس الثاني. هذا كناحيه نيكست ادريس يعني اطلب العنوان القادم مثل ما عندي هنا فاليد 1 العنوان الاول، احتاج بين اني العنوان الثاني لأن يعني عندي مجموعة بيانات أريد أقرأها، لأن يعني عندي عملية قراءة، لذلك يكون النكست أدريس فعال فقط بالتو تي 2 اللي تتطلب وراها تي 2 إضافية ويت، فما أحتاج إلى شو اسمه إلى نكست أدريس. أوكي اوكي نيكست ادريس، فلذلك هنا عندي شو اسمه عندي هنا عندي النكست ادريس هنا تكون لوجيك 1 غير فعال. باص سايز bus size 16 داش، بما ان عندي اني الادريس عندي 32 بت لذلك حيكون فعال هنا لوجيك 1، معناته بهاي النقطة معناته عندي الادريس 32 بت سايز. وكذلك في هذا النقطة بالتي 2 معناته عندي الادريس هو 32 بت bus size وليس 16، لذلك bus size 16 يكون هو اكتف لو يكون غير فعال في هذا النقطة. ليش يكون غير فعال؟ لان انا هنا احتاج الى ادريس هو عبارة عن 32 بت،
باص سايز، وهنا أنا عندي ادريس كذلك 32 بت باص سايز، اوكي في هاي النقطة وفي هاي النقطة، لذلك يكون هنا غير فعالات بالنسبة للباص سايز 16، لأن أني دا أتعامل مع 32 بت ادريس باص. ردي مستعد، هذا الردي مستعد لوجيك 0، وما معناه هو اند سايكل. بما ان هنا أنا عندي تو سايكل، سايكل اول ادريس الاول بي تي 1 وتي 2، والسايكل الثاني بهم تي 1 وتي 2، اوكي لذلك عندي اند سايكل، هاي اند سايكل عندي، وهنا عندي اند سايكل معناته نهاية السايكل الأولى وهنا نهاية السايكل الثاني. اللوك معناته باص انديكيشن، يعني إشارة إلى الباص اللي يقول أدريس، لذلك مثل ما الشاهد بين السايكل مالته هو مشابه أو مطابق جدا للأدريس، نانا فاليد 1 نانا فاليد 1، فاليد 2 فاليد 2، يطابق هذا اللوك مع هذا الادريس عنوان وهكذا. اوكي وكذلك عندي هنا اخر شيء اللي هي شنو قراءة الداتا، لان هذا بس سايكل هو قراءة الداتا. مثل ما تلاحظ بالبداية انا اضع الادريس، وهذا الادريس يكون على تي 1 ويستمر الى تي 2 يكون فعال للادريس، اوكي يعني قراءة بيانات. بعد ما يتم الادريس قراءته يتم سوى عملية فيتش للداتا جلب البيانات، فلذلك البيانات تكون دائما من نهاية الادريس، يعني من نهاية التي 2 الى بداية التي 1، من نهاية التي 2 الى بداية التي 1 بالنسبة للسايكل الاول، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للسايكل عندي الثاني من نهاية التي 1 اوكي الى بداية التي 1. لذلك الداتا بالريد تختلف عن الداتا بالرايت، بالريد معناته عملية قراءتهن، وقراءتهن تكون بهذا الرسم زين، هو من نهاية التي 2 إلى بداية التي 1، وكذلك من نهاية التي 2 إلى بداية التي 1. واضح حد الآن طلاب؟ تسمعوني؟ وياك استاذ، وياك فاضي. اوكي هذا هو البص سايكل او سايكل تايمينج للنون بايب لاين، يعني هاي بعدنا حدا بطريقه النون بايب لاين ري سايكل تايمينج. استخدمنا سيجنالز اللي هي بما انه هو ريد، اذا اما ميموري كود ريد او ميموري داتا ريد، اثنيناتهم ميموري كود ريد ميموري داتا ريد. واحد صفر صفر واحد واحد صفر. النوع الثاني اللي هو نون بايب لاين رايت سايكل تايمينج، نون بايب لاين رايت سايكل تايمينج، عملية رايت وليس ريد، نفس العملية عندي سايكل 1 وسايكل 2، نون بايب لاين ونون بايب لاين، هنا رايت برايت، هاي الكلوك النبضات، والكلوك اللي كلوك 2 اللي هي الديجيتال، والكلوك الاعتيادية اللي هي دائما اتعامل وياها اللي هي لوجيك 1 ثم لوجيك 0 تحول الى لوجيك 1 وهكذا. الادريس يكون عندي فاليد، اول ما ابدي اضع الادريس على الادريس باص، لذلك يتم تفعيل البايت انيبل 0 الى بايت انيبل 3، واضع الادريس على الادريس باص اللي هو اي 2 الى اي 31.
الادريس اضعه من بدايه التي 1 هنا عندي، هسه هنا حتبدا عندي هنا اكس، حبي هنا عمليه وضع الادريس على ادريس بس، وينتهي بنهايه السايكل. هاي هنا نهايه السايكل، زين هنا عندي انتهى الادريس الاول، بدا شنو الادريس الثاني اللي هو من بدايه التي 1. اوكي، من بداية الـ T1 إلى نهاية الـ T2 سايكل كامل يكون أدريس. عملية هنا عملية كتابة رايت، لذلك الـ WR اللي هي رايت ريد سيجنال، زين، والداش يكون على الريد، وبما أن عندي عملية رايت لذلك حيتحول عندي من بداية السايكل الأول من ريد إلى رايت، من لوجيك 0 إلى لوجيك 1. هذا لوجيك 1. أوكي، هذا حيكون لوجيك 1 رايت ريد، حيكون لوجيك 1 من البداية، من ثم السايكل نون بايب لاند رايت، حيكون شنو يكون عندي الى عندي لوجيك 1 ان هو رايت الى نهايه السايكل الثاني. الادريس ستيتس مثل ما قلنا لوجيك 0 يكون لان هو داش في بدايه وضع العنوان الادريس على الادريس باص، ثم يتحول لوجيك 1، وعندما عندي ادريس ثاني يتحول لوجيك 0 ومن ثم الى لوجيك 1. واضح حد الان؟ واضح واضح حسن. النكست ادريس العنوان القادم، زين، هو لوجيك 0، فقط عندي ما اطلب اي عنوان بالتي 2 هنا. ليش؟ لان عندي T2 ويت اضافيه. هنا عندي T2، اوكي، T2 ويت اضافيه، فذاك انا ما اطلب اي عنوان بالT2 الاولى، بينما بالT2 اضافيه كذلك هم حيطلب عنوان قادم اللي هو مال السايكل الثالث. البس سلكشن او بس سايز، دائما يطلقون عليه بس سايز 16، يعني هل البس يعني حجم السايز مال البس هل هو 16 او 32؟ بما ان دا اتعامل مع 32 لذلك بالتي 2 هنا حيكون هنا عندي لوجيك 1 معناته هو غير فعال بالنسبه للبس سايز 16، لان بس سايز 16 عليها داش يعني يشتغل بلوجيك 0. بما ان عندي احتاج الى 32 بت، اذا انا اخلي 32 بت بس سايز بهاي النقطه بالتي 2، وكذلك هنا 32 بت بس سايز في هذا النقطه بالتي 2 بالسايكل الثاني. الردي معناته يكون مستعد، معناته السايكل انتهت، لذلك هنا هو هذا النقطة اللي خاصة مال end cycle 1، وهنا النقطة مال end cycle 2. حيكون هنا نقطة. اوكي، هذا سايكل end cycle 1 و end cycle 2. اوكي، اللوك يكون valid 1 و valid 2. هذا اللوك يكون اوكي هنا valid 1 و valid 2، اوكي، يكون مطابقا للادريس هنا valid 1 و valid 2.
الداتا بما انا عندي عمليه رايت تختلف عن عمليه الريد. فلذلك الداتا اول ما اضع الادريس على ادريس باص اوكي ويتم اكتيفيت تفعيله، مباشره اضع الداتا اوكي على الداتا باص. لذلك الاوت 1 معناته الداتا الاوت بوت اوكي اضعها اوكي من نهاية ال T1 اوكي للسايكل الاول الى بداية اوكي الى هنا، يعني عندي بال T1 نصف ال T1 ومن ثم الى نصف ال T1 للسايكل الثاني، يعني حياخذ ال T2 كله مباشرة زين لعملية رايت للداتا. لذلك الداتا حتكون من نصف منتصف التي 1 الى اللي خاص بالسايكل الاول، لان هذا السايكل الاول، الى منتصف التي 1 اللي خاص بالسايكل الثاني اوكي. ومن ثم عندي الاوت 2 هم كذلك اوكي من منتصف التي 1 للسايكل اللي هي خاصه مالته السايكل الثانيه اللي هو بيها الى التي 1 اللي خاصه بالسايكل اوكي الاولى الى نهايه التي 1 اللي خاصه بالسايكل الثالثه اللي احنا ما مكتوبه او ما مرسومه هنا عليه، لان ده يتعامل فقط مع سايكل 1 وسايكل 2، يعني عندي 2 ادريس ده اتعامل وياهم. هذا يسموه شنو؟ نان باي بلايند رايت سايكل تايمينج. لذلك لازم الطلاب تنتبهون الى الداتا الاوت بوت يكون اوت 1 واوت 2 اوكي، وهنا اوكي هذا بالرايت، هنا بالريد، هنا او بال كذلك بالريد يكون لا فقط من نهايه التي 2 الى بدايه التي 1، هاي بالنسبه يعني او نسميه احنا منتصف التي تي 2 الى منتصف التي 1 بالنسبه للداتا الاولى، وكذلك من منتصف التي 1 الى منتصف من منتصف التي 2 الى منتصف التي 1 بالنسبه الى الداتا الثانيه، لان هنا عندي عمليه ريد. الكود اللي خاص بهذا الرسم اللي هو نون بايبلاين رايت سايكل تايمينج اللي هو 111 ميموري داتا رايت. طلاب وياي؟ وياك استاذ يا عندنا الفرق ما بين الستاتيك رام والدايناميك رام. الستاتيك رام هو نوعية من أنواع الذاكرة زين اللي تكون مواصفاتها عالية يعني ممتازة، بينما الدايناميك رام مواصفاتها اعتيادية. الستاتيك رام يكون لارجر سيل، يعني الخلية مالته أو الحجم مالته يكون لارجر. lower density اوكي larger cell تكون خلية كبيرة، lower density كثافة تكون أقل، و higher cost كلفة مالتها من ناحية البت الواحد كلفة مالتها تكون عالية. هذا الستاتيك رام larger cell
كل خلية مالتها كبيرة. lower density كثافة مالتها يكون قليلة، يعني دائما نستخدمها في يعني في الذاكرات المهمة مثلا الكاش ميموري، ويكون الكثافة مالتها تكون قليلة يعني حجمها يكون قليل زين، لأن تاخذ حجم كبير اللي هو ستاتيك رام، السيل مالتها يكون لارجر سيل، هاير كوست كلفة عالية، بينما الدايناميك رام يكون سمولر سيل، خلية مالتها تكون قليلة، يعني مثل ما تلاحظون عبارة عن ترانزستور ودايود، بينما هنا عندي عندي 2 4 6 ترانزستورات، لذاك يكون سمولر سيل. هاير دينسيتي كثافة عالية، لور كوست كلفة قليلة، يعني كلفتها تكون أقل. بالستاتيك رام نو ريفرش ريكوايرد، ما يتطلب أي ريفرش. بينما هنا نيد بيريودك ريفرش اند ريفرش افتر ريد. نيد بيريودك ريفرش يعني دائما هنا نحتاج الى ريفرش، كذلك ريفرش بعد عمليه الريد. بينما بالستاتيك رام نو ريفرش ريكوايرد. سمبل ريد قراءة مالته تكون يعني بسيطة أو سمبل يعني أوكي بسهولة، وكذلك هو فاستر أكسس وصول إليه سريع. هنا يكون بالدايناميك رام كومبلكس ريد القراءة بها تكون أعقد زين، ولونجر أكسس تايم وتحتاج إلى وقت لعملية الوصول. هنا عندي ستاندرد اي سي بروسيس اوكي، ستاندرد اي سي بروسيس، هنا سبيشال اي سي بروسيس. ناتشرال يكون فور انتجريشن وذ لوجيك، هنا يكون ديفيكالت يعني هنا يكون طبيعي for integration التكامل أو البوابات المتكاملة المنطقية الخاصة بي. هنا يكون difficult to integrate التكامل with logic circuit مع الدوائر الأخرى. لذلك هاي أهم المميزات اللي تميز static RAM عن dynamic RAM، اللي هي static RAM يكون larger cell خلية مالته كبيرة، بينما هنا يكون dynamic RAM يكون smaller cell، هنا يكون lower density، هنا يكون higher density، هنا هاير كوست بالستاتيك رام كلفة أعلى، هنا لور كوست زين، نو ريفرش ريكوايرد أوكي، يتطلب يعني إلى ريفرش، ما يتطلب إلى ريفرش، هنا يتطلب إلى نيد بيريدك ريفرش أوكي. سمبل ريد يكون بسيط، عملية القراءة وسريعة فاست اكسس، بينما هنا عملية القراءة تكون معقدة تكون وأبطأ. ستاندرد اي سي بروسيس اوكي، بينما هنا عندي سبيشال اي سي بروسيس زين، وكذلك ديفيكالت صعوبة بعملية تجريد التوافق وذ لوجيك سيركت. إذن بالنتيجة النهائية الستاتيك رام يكون ترانزميت بير بيت يقدر اني السرعه مالته 6 اضعاف الدايناميك رام، لان مثل ما قلنا احنا زين، بين اني اقدر السرعه مالته 6 اضعاف يكون فاستر اكسس، لذلك عمليه نقل بيانات او سواء عمليه فيتش للبيانات تكون 6 اضعاف،
السرعة مقارنة بالدايناميك رام. لكن اكسس تايم وقت يعني اكسس تايم كم مرة اقدر اوصل وصول اليه؟ يعني اكسس تايم بالستاتيك رام بما انه حجمه قليل فاحتاج لكن اتم وصول الى مرة واحدة لجلب بيانات، بينما اغلب المعلومات هو متوين بالدايناميك رام. ولما نقول دايناميك رام معناته المين ميموري، يعني الذاكرة الأساسية هو مولده بالدايناميك رام. إذا كان دايناميك رام يكون 10x، يعني 10 أضعاف. يعني أنا دا أذهب للدايناميك رام 10 مرات مقارنة بالستاتيك رام اللي دا أذهب له مرة واحدة لجلب بيانات، يعني لقراءة البيانات من عنده. الكلفة مال الستاتيك رام تكون 100 مرة ضعف عن الدايناميك رام، لأن الكومبوت مالته الأساسية هي تختلف أوكي عن الدايناميك رام. ومثل ما نقول إن أنا الستاتيك رام يحتوي على 6 ترانزستور، بينما أنا عندي فقط ترانزستور واحد، لذلك الكلفة مالته مال الستاتيك رام هو 100 مرة ضعف عن الدايناميك رام. الستاتيك رام دائما استخدمه بيش بالكاش ميموري، بينما الدايناميك رام لا، فقط استخدمه بالمين ميموري. اكو فرق ما بين الميموري والكاش ميموري. المين ميموري يعني الذاكرة الأساسية اوكي اللي دائما احمل البيانات اليها، موجودة البيانات، جميع البيانات موجودة وين؟ بالمين ميموري دايناميك رام، واللي هو متكون من نوع الدايناميك رام. بينما الكاش ميموري لا، متكون من نوع الستاتيك رام. نجي على الكاش ميموري. طلاب، واضحة طلاب؟ واضح واضح أستاذ، واضح أستاذ واضح. The most widely used memory design، يعني the most widely used memory design، تصميم الذاكرة الواسع الاستخدام، okay، for high performance CPU implementation، حتى ننفذ أو نحصل على high performance CPU، يعني CPU لأداء عالي، نستخدم شنو؟ dynamic RAM for main memory. يعني استخدم احنا الدايناميك رام للمين ميموري اوكي، along with a small amount، كمية قليلة من الستاتيك رام للكاش ميموري. يعني حتى لا احصل على هاي بيرفورمانس، اداء عالي للسي بي يو امبلمنت اوكي، حتى احصل على اداء عالي لل CPU implementation، يتم تنفيذ اوكي الدايناميك رام او تصميم الدايناميك رام للمين ميموري with a small amount، كمية قليلة. بينما مقارنة شو اسمه along، مقارنة ويا small amount، كمية قليلة من الستاتيك رام للكاش ميموري. اذا صار الامر واضح، الدايناميك رام يكون دائما حجمه يكون كبير ويستخدم دائما للميموري، بينما الستاتيك رام يكون كمية مالته صغيرة ويتم استخدامه لمن اوكي للكاش ميموري. لذلك هذا يأتي this take advantage of the speed، سرعة of static RAM and the high density and cheapness of dynamic RAM. وهذا هو يعطي فائدة of the speed، السرعة okay of the static RAM، سرعة المن static RAM and the high density، كثافة عالية and cheapness، يكون رخص من دايناميك رام. بينما تنفيذ الذاكرة
اوكي، اذا اريد اني انفذ او اصمم ذاكره الميموري من الستاتيك رام يكون تو اكسبنسيف، جدا غالي. اوكي، اند يوز اول دايناميك رام اوكي بالميموري، بينما الكاش ميموري يكون من نوع ستاتيك رام، والكاش ميموري يكون دائما موجود ما بين السي بي يو والميموري كما في هذا الشكل. هذا عندي السي بي يو من نوع مثلا 4 اي 6 او بنت يوم، بس احنا كله استخدام البنت يوم. النوع عندي داخله يكون كاش من نوع ليفل 1، سوف نتطرق عليه بالمحاضرات القادمه. اوكي، الكاش ميموري اللي هو نقدر نستخدمه يكون وسيط ما بين السي بي يو وما بين مين ميموري. اوكي، يكون وسيط ما بين السي بي يو وما بين المين ميموري. لذلك حجم ما تم ستاتيك رام شو يكون قليل مقارنة مع الدايناميك رام. لذلك الكاش ميموري يكون حجمه قليل مقارنة مع الدايناميك رام اللي هو المين ميموري. والهارد اللي هو النوع الأخير. إذن الكاش ميموري كملخص لنهاية المحاضرة، When the CPU initiate a memory access، عندما الـ CPU يطلب وصول إلى الذاكرة، بالبداية هو شنو بداية ما هو العمل؟ يتم الـ CPU it first ask a cache، الـ CPU يسأل الكاش هل المعلومات اللي أنا أحتاجها موجودة بالكاش؟ والمعلومات المطلوبة اللي يحتاجها الـ CPU قد تكون أما داتا أو كود. زين، if the requested data، إذا كانت الداتا يعني المطلوبة، اوكي هاي الداتا المطلوبه موجوده زين بالكاش، الكاش يزودها للسي بي يو. It is provided to the CPU with zero wait state. اوكي، with zero wait state معناته شنو؟ ماكو اي wait state، يعني تي تو اضافيه يتم استخدامها. ليش؟ لأن هاي المعلومات هي موجودة بداخل الكاش، ويكون الكاش قريب على السي بي يو، فمباشرة يتم تزويد المعلومات المطلوبة إلى السي بي يو لغرض تنفيذها، لذلك ما احتاج أي ويت ستيت. لكن if the data is not in cache، إذا كانت الداتا غير موجودة بالكاش، لذلك the memory control circuitry دائرة الميموري كونترول سيركت لدائرة الكونترولر ترانسفير تنقل الداتا من الميموري هي غير موجودة بالكاش، معناته المعلومات غير موجودة بالكاش فيطلبها من الميموري. فلذلك ميموري كونترول سيركت لي ترانسفير الداتا from ميموري من الذاكرة الأساسية to the CPU لل CPU while giving يعطي a copy of it، يعطي نسخة من أدها إلى الكاش ميموري حتى يحتفظ بها زين، يعني فيما إذا تم احتياجها بالمرات القادمة يمكن أن يجدها بداخل الكاش ميموري حتى تكون عملية سهولة الوصول إليها. لذلك زين at any given time في أي وقت the cache controller الكاش زين has knowledge معرفة إذا كان اوكي cache controller يعرف إذا كانت الداتا أو الكود هي موجودة بداخل الكاش. لذلك عندما قطعة a given piece
قطعة من الكود أو الداتا، أوكي، يطلبها، يتم طلبها، أوكي، أو احتياجها من قبل السي بي يو أدريس لهذا الكود أو الداتا المطلوبة. يتم تطابق الأدريس مع الأدريس الموجود أو العناوين الموجودة بداخل، أوكي، الكاش كنترولر، بداخل الكاش كونتر. اذا كانت موجودة هذا العنوان فاطلق على هاي العملية اسمها ماتش او هيت، معناته العنوان مال الداتا المطلوبة اللي انا احتاجها موجود هذا العنوان في الكاش كونترولر، معناته الكاش يحتوي على هاي البيانات، معناته العملية متوافقة، يسميها ماتش او هيت. مباشرة يتم تزويد السي بي يو او اعطاها للسي بي يو without zero wait state او zero wait state او يعني without بدون wait state، بدون اي wait state. But if the needed information، هاي المعلومات غير موجوده، اوكي، نطلق على العمليه miss، يعني مفقوده. لذلك the cache controller along with memory controller will fetch the data، اوكي، يجلب هاي البيانات من الميموري، اوكي، ويقدمها للسي بي يو، ويحتفظ بنسخه من هاي البيانات وين؟ بالكاش، اوكي. لذلك لهذا السبب يحتاج الى ويت ستيت. ويتم الاحتفاظ بنسخة من هاي البيانات اللي جاية من الميموري بالكاش. لذلك في حالة يسمح، في حالة subsequent request، اوكي، طلب متكرر for the some information، المعلومات to result، اوكي، and hit and provide to the CPU with zero wait state، مع zero wait state. لذلك إذا كانت المعلومات متوفرة داخل الكاش أطلق عليه hit، ولكن otherwise if the data must be brought from memory أطلق عليها miss. طلاب، إلى هنا ننتهي محاضرة مالت لهذا اليوم. عندكم استفسار؟ تسلم استاذ، رحمة الله. عندكم استفسار من ناحية الكاش؟ إذا كانت المعلومات موجودة أطلق على هذه العملية ماتش متوافقة أو هيت، وإذا كانت معلومات غير موجودة فيجب أن يتم جلبها من الميموري وإعطاء نسخة الكاش، زين، نسمي هاي العملية هيت، هاي من ناحية الكاش. إذا عندكم أي استفسار طلاب، اوكي، استفسروا، وان شاء الله ارسلكم الفيديو اللي خاص مع التسجيل حتى تقروا، واذا هم عندكم اي استفسار بعد مشاهده الفيديو اطلاع عليه، زين، موجود نقدر بالكلاس او بالتليجرام ترسلوا لي اسئلتكم. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله. ماكو احد من الطلاب عنده استفسار؟ اوكي طلاب، بعد ان شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. مع السلامة.